الجمعية هي جمعية مبنية على أساس العضوية، وهي جمعية نسائية نسوية. بداية فكرة الجمعية كانت عن طريقة مجموعات نسوية نشيطات من المجتمع الفلسطيني، كانوا يجتمعوا بعدة مناطق بفلسطين، بحيفا، بعكا، بيافا، بالقدس، وبلشت حركتهم بالعام 1893 لحد ما فعلا تسجلوا بشكل رسمي بال 1918 وتسمت جمعية شابات المسيحية. ومن وقتها كل برامجها كانت تتمركز حول انه اهمية مشاركة النساء والفتيات منهن في الفرص التعليمية. كمان كان في كتير من برامج من شأنها انه توفر الفرص الاقتصادية للمرأة من أجل تمكين المرأة وتنميتها، العمل على تنميتها. حالياً احنا بنشتغل على 4 مناحي عمل، وهو من اهم برامجنا اللي هو قطاع التمكين الاقتصادي. بعدين في عنا المنحة الثاني اللي هو بيحكي عن حقوق المرأة. المنحة الثالث اللي هو عن القيادة الشابة واهمية الانخراط المجتمعي للشباب. والمنحة الرابع اللي هو التعلم المعرفي للاطفال. بالنسبة للمنحة الاول، تدخلاتنا هي في أكثر من مسار. بداية من خلال مركز التدريب المهني، فيش فرد من المجتمع المقدسي ما بيعرف خريجات الواي دبليو. تدريب مهني في جمعية الشابات المسيحية بالقدس، الفكرة موجودة منذ الخمسينات، إعطاء فرص للنساء تحديدا والشابات ولاحقا الشباب لامتهان أو الحصول على مهنة سريعة عملية تؤدي لتوظيف سريع، وحديثا كمان تؤدي لتوظيف ذاتي، بمعنى أنه بيقدروا يفتحوا مشاريعهم الصغيرة. في الجمعية هون إحنا طول عمرنا بنعطي تخصص كان يسمى سكرتارية، تطور صار اسمه إدارة مكاتب. دخلت وطلعت تخصصات كتير حسب رغبة السوق، حسب الطلب اللي موجود في السوق. احيانا كان يكون في تغذيه، احيانا كان يكون في خياطه، زف الزمانات، احيانا كان يكون في مساعدات ممرضات، مساعدات في العلاج الطبيعي. حاليا موجود في اداره المكاتب زي ما قلت، تخصصات فنيه مثل التصوير وصناعه الافلام والتصميم الجرافيكي والمطبخ الحديث. تعرفت على جمعية الشابات المسيحية عن طريق الفيسبوك، وشفت انه اعلان عن التخصصات اللي عندهم، فجيت مع اهلي وسجلت. كتير مبسوطة لانه غير نظرتي للحياة. يعني انا قعدت سنتين بدون دراسة، بس لما تعرفت عليهم جد حبيت الدراسة، كنت اكره الدراسة. تعلمت التصوير باحترافية، تعلمت اكتب سيناريوهات واخراج، تعرفت على الاخراج بشكل عام، تعرفت على مخرجين من البلد، تعلمت مونتاج منيح. حاليا انا بحضر لتصوير فيلم انا كتبته من كتابتي.
التمكين الاقتصادي بيجي كل مركز التدريب المهني، يعني جميع نشاطات وبرامج ودورات ودبلومات المركز التدريب المهني مفروض الهدف انها توصل لمرحله توصل النساء ممكنات اقتصاديا، بمعنى انها قويه، بمعنى انها قادره تجيب يعني دخل. في برنامج اسمه تمكين النساء بنشتغل عليه مش بس في داخل مركز التدريب المهني ولا في داخل الجمعيه، بنشتغل مع النساء العضوات في الجمعيه وبنشتغل مع النساء موجودات في مواقعهم لسبب او لاخر مش كتير بيقدروا يترددوا على القدس او يترددوا على الجمعيه، على هامش المعلومات التقنيه اللي بتعطى لها عشان تقدر تتوظف. على هذا الهامش كتير بنعطي تدريبات حياتية بنسميها للنساء هدول، كيف يتصرفوا، كيف يحكوا، كيف يقابلوا، كيف يروحوا وظائف يفوزوا بهاي الوظائف، كيف يكتبوا حتى خطة عمل بسيطة جدا. يعني دورة الحنة اللي صورتوها هي دورة صغيرة وبسيطة جدا، نموذج من الأشياء اللي احنا بنعطيها، بس في النهاية احنا برضو ممكن نلحقهم في تدريب تاني كيف يكتبوا خطة عمل وكيف يصيروا يحسبوا، كيف يصيروا يحسبوا الراتب والدخل والضريبة. هون إحنا بنصير نحس إنه عن جد نفذنا يعني مهمتنا، صاروا ممكنات اقتصادياً وصاروا يقدروا يكونوا يعني لاعب أساسي في الاقتصاد المقدسي. كل شغلنا هذا بيرافقه المنحة الثاني اللي هو توعية المرأة بحقوقها وواجباتها. فإحنا المرأة لازم تعرف إنه لها الحق في القرار، لها الحق في العمل، في التعليم، في اختيار الشريك. بنقدر نحكي إنه العام اللي مضى إحنا اشتغلنا المظبوط على حملتين كانوا كتير متميزات. اشتغلنا على برنامج بداية هو برنامج كان بيحكي عن مناهضة العنف ضد المرأة، وطلعوا فيه حملات الصبايا أو مبادرات. الحملة الأولى كانت بتحكي عن لا للزواج المبكر، فإحنا بنعرف إنه الزواج المبكر هو يؤدي لأثار صحية سيئة، أثار اجتماعية كالطلاق المبكر. فبالتالي إحنا اشتغلنا كتير على موضوع الزواج المبكر، واشتغلنا على التوعية مش بس مع الصبايا، مع أهليهم كمان، لأنه المجتمع الكبير لازم يفهم هذه الرؤية. وكمان عملنا حملة هالقد كانت مهمة اللي هي بتحكي عن لا للتحرش. احنا على مدار الصيف كله، يعني من بداية 6 لاخر 8، احنا بيكون في عنا عدة مخيمات صيفية. بقول عدة لاني مش عارفة شو الرقم لانه كتار. منبلش بشهر 6 في عنا مخيم صيفي قصير، وبعدين بيكون في عنا كمان مخيم صيفي لمدة 4 اسابيع، وبلحقوا كمان واحد ب4 اسابيع. هدول المخيمات الثلاثة ذكرتهم مخيمات معتمدة على الفنون، يعني فن الشطرنج، فن الرقص، فن التصوير، فن الطبخ، هذه كلها فنون. والمخيم اللي عملناه مؤخرا بالصيفية هاي هو كان موجه للمراهقة، لأنه هدول شوي منسيين هذا الجيل، وعملنا لهم مخيم مهني. والمخيم هذا كان يعطيهم حرفة التصوير، يتعاملوا مع الجهاز الأبل، المونتاج، شوية عن الصحافة، الإعلام، والتصميم الجرافيكي. يعني أعطيناهم هيك لمدة 3 أسابيع برضو، يعني مخيم جدا مميز. يلي بتشبب شبب عسينا ست الجفاري سألتني عنك.
بعضك ما بلقى زيك يا ابو الشباب. التعلم المعرفي للاطفال وتدخلاتنا في هذا الشأن متعددة، بداية من الحضانة والروضة اللي احنا اسسناها بالمبنى هون بال 2015، والحمد لله بتقدم جودة التعليم والخدمة الشمولية للطفل، انه الطفل هو مركز الاهتمام. بنعلم باسلوب مختلف ومش تلقيني. كمان من ميزات الحضانة والروضة اللي احنا بنوفرها انه احنا ندعم الامرأة العاملة. التدخل الاخر بتعلم المعرفة للاطفال هو من خلال مساحة خاصة، ممكن نقول عنها مساحة آمنة، بتخصص للاطفال انه يعبروا عن طاقاتهم وابداعاتهم. التدخلات الحالية هي من خلال الجمباز ومن خلال البالي. الواي المؤسسة هاي تدعم كتير هاي هذا النشاط، وبتخيل ان هذا الاشي كتير مهم للقدس كمان، انه يكون دايما في اشي حاضر للبنات انه يروحوا عليه، نشاطات خارجية بعد الدوام. كمان هذا بدل قديش البنات بهذا الجيل مستعدين انهم ينظموا وقتهم بجانب الدراسة تاعتهم، يجوا متحضرين.